الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى شعب الإيمان، الفصل في السجود وفي آيات السجدة. فصل في السجود وفي آيات السجدة وسجود القرآن 14 سجدة، منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتان، وأما سجدة سورة صاد. أداب السجود حتى نتكلم عنها، أداب السجود، السجود جزء من الصلاة وجزء من الصلاة يأخذ حكم الصلاة، والمعنى أنه لا بد من ستر العورة، ولا بد أيضا من استقبال القبلة، ولا بد من الطهارة. أما قول ابن تيمية بأنه ذكر من الذكر، يعني يكون يأخذ حكم الذكر بأنه لا يشترط فيه ستر العورة، ولا يشترط فيه حتى استقبال القبلة، ولا يشترط سجود في أي موضع وأي مكان، ولا يشترط فيه الطهارة، كلام بعيد جدا وضعيف جدا، لأن السجود أصله جزء من الصلاة، وجزء الصلاة يأخذ حكمه، جزء الصلاة يأخذ حكمه. وإياكم، أحسن الله عليكم جميعا. فلذلك أقول بأنه يعني في سجود التلاوة لا بد فيه من توفر شروط الصلاة. الأمر الثاني وهو أن سجود التلاوة لا يسجد إلا إذا سجد التالي، يعني السامع لا يسجد إلا بسجود التالي، السامع لا يسجد إلا بسجود التالي. فلو مر رجل على أحد تلا ما يسجد إلا حتى يسجد، يعني قرأ القرآن فقرأ سجدة فينظر فيه القارئ هل سجد أم لا، لو سجد يسجدون خلفه وإلا فلا يسجدون. أما بسماعها من التلفاز أو من الأجهزة الأخرى فهذا ببغاء ليس بقارئ فلا يسجد معه. وروى بسند يعني ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عنها قال سجد صادعا، من عزائم هي من عزائم السجود؟ قال ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها واتساء بهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. يقول وروينا عن عمر بن ذر عن النبي مرسلا أنه قال سجدها داود لتوبة ونسجدها نحن شكرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو قال روينا في حديث موصول عن أبي سعيد الخدري عن النبي في السجود فيها حين قرأها على المنبر ثم قرأ آية أخرى فتهيأ الناس للسجود فقال إنما هي توبة نبي ولكن رأيتكم تهيأتم للسجود فنزل وسجد فسجدوا. شوفوا إيش قال، إيش قال؟ إنما هي توبة نبي، إنما هي توبة نبي ولكن رأيتكم تهيأتم للسجود فنزل وسجد فسجدوا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه رضاه لا يسجد في صاد ويقول إنما هي توبة نبي كما قال النبي هي توبة نبي، والخلاف فيها مشهور. وروينا عن عمر بن عثمان وابن عمر بن عباس أنهم كانوا يسجدون فيها. وروينا عن أبي رافع أنه قال صليت مع عمر الصبح فقرأ بصاد وسجد فيها. وقد ذكرنا هذه الأخبار وما اتصل بها في كتاب السنن وكتاب المعرفة. وروى بسندي عن عمرو بن العاص أن النبي أقرأه 15 سجدة، فيها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتان، 15 سجدة فيها 3 في المفصل وسورة الحج سجدتان. ثم انتقل المصنف وقال فصل في حظر القراءة على الجنوب والحائط. عن عبد الله بن روى بسندي عن عبد الله بن سلمة يقول دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد، أحسب فبعثهما وجها، قال أنكما عالجان فعالجا عن دينكما، ثم دخل المغرب ثم خرج فأخذ حفنة من الماء فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن، فرآنا أنكرنا عليه ذلك فقال كان رسول الله يدخل الخلاء فيقضي حاجته ثم يخرج فيأكل معنا اللحم فيقرأ القرآن لا يحجبه، وربما قال لا يحجبه عن قراءة شيء سوى الجنبة أو ليس الجنبة. وطبعا هذا الحديث سيأتي بقى في التأصيل في حرمة قراءة القرآن للمرأة الحائض. ولذلك الحليمي ايش قال؟ شوف، قال الحليمي الحيض أشد من الجنابة فهو بتحريم القراءة على الحائض أولى. قال بهقي رحمه الله تعالى وروينا عن اسماعيل بن عياش وليس بالقوي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. حق حديث هذا الحديث وإن كان في ضعف اسماعيل بن عياش يؤتى من قبل الحجزيين
لكن لو روايته عن 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 شاميين هي رواية صحيحة. وشيخ أحمد شاكر أعتقد حسن هذا الحديث وقال غاية الأمر عن إسماعيل بن عياش أنه يضع في الحجازين وله وله شواهد، لا يقرأ الجنوب ولا الحائط شيئا من القرآن. طبعا نقول أن علي بن أبي طالب صح عنه أنه قال أن الحائط لا تقرأ ولا حرفا واحدا، وأيضا ورد عنه صلى الله عن عمر بن الخطاب قال ولا الجنوب لا يقرأ حرفا واحدا. ومن قال بالقراءة ابن عباس قال الجنوب يقرأ، واستدل بذلك ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لكسرى أو وقيصر فقال هما على جنابة وغسلهم لا يفيد. قلنا أنه بعث له للدعوة، الضرورة هنا والضرورة لا ينازع بها، الضرورة لا ينازع بها. والصحيح أن قراءة القرآن الحائض ممنوع محرم. النبي قضى حاجته مر عليه رجل سلم عليه فلم يرد عليه، قال لو أجدتني على هذه الطريقة فلا ترد عليه، إن سلمت فلن أرد عليك. وهذا للتلبس من الناس، والحيض أشد من ذلك لأن ما تتلبس بها زيادة. فالحائض لا تقرأ القرآن، لا يجوز لها أن تقرأ القرآن. وهذا نكون انتهينا من الدرس اليوم إن شاء الله. الفوائد المستنبطة، قول صاحب حجة ما لم يخالفه غيره، يبقى الفائدة الأولى قول صاحب حجة ما لم يخالفه غيره، فعل النبي تشريع، السنة مبينة للقرآن، قال إنما هي توبة نبي، السنة مبينة للقرآن. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.